لرموز الانتاج في هذا اليوم، في هذا المساء، لسن الحقايق الاربع كيلومترات، الخنجر الذهبي اضافة الى 200,000 درهم تنتظر الفائز السعيد من بين السعداء المشاركين المتواجدين الباحثين عن الرموز المحافظين على السلالات المنتجين والمحافظة على الانتاج، دعم لرياضة الآباء والأجداد، للي يشتري، للي يودع، للي ينتج في كل مجال في رياضة الآباء والأجداد. الدعم يتواصل، حفظ الله أصحاب السمو والشيوخ ورعاهم وجعلهم ذخرا لنا يا رب العالمين. مقدمة الشوط، من يقود المنتجين مع المركز الأول في هذه اللحظات، أول المراكز ملوح يا ملوح، مطر بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي مع المركز الأول، المركز الثاني يأتي مع المركز الثاني بشعار راشد بن علي بن رشيد الاشتبي، يقدم لنا دلمة، يقدم لنا دلمة، الاسم الكبير، الاسم الرنان، دلمة وذكريات لدلمة. المركز الثالث، يأتي دور ثالث المراكز مزيونة مع المركز الثالث، يقدمها محمد بن عتيق بن زيد المهيري. من قدم لنا الأسماء القوية هو يقدم مزيونة ويقدم حشيمة، والمتقدمة حشيمة والآتية مزيونة. من قدم الإنجازات القوية، المجاذب بن زيتون كان ممثلا لمنتخب الإمارات كما ذكر زميلي بن حضيرم. المركز الخامس، القادمة الآتية الواصلة أبعاد يا أبعاد، حمد بن عامر بن عفصان المنصوري مقدما لأبعاد، وأيضا اللي وصلت بطولة حمد بن جار الله بن حسين البريدي يقدم لنا بطولة. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى الزعامة، إلى الإنجاز، إلى الإعجاز، إلى ملوح، إلى ملوح، ملامح الخنجر أين تتجه؟ 1500 متر يتقدم مالك ملوح. مطر بن علي بالسعودي الاكتبي يمني النفس بأن ينقل السلامات إلى أهالي الهير في هذا اليوم. ولكن الخطورة، من بن زيتون، من بن زيتون خاطف العيون، سارق العيون، يتقدم مع المركز الثاني، يقدم مزيونة. ومن خطف الرمز الأول في هذا اليوم يتقدم، يريد أن يفعل كما فعل الجربوعي، كما فعل الجربوعي. ولكن اللي وصل، اللي وصل مع المركز الثالث يتقدم هنا، نشبه أحمد بن علي بونواس الاكتبي، رمز الانتاج، رمز الانتاج في مهرجان جائزة زايد. يا حلو الرمز، يا حلو الاحتفال، في احتفال العيد الوطني، علم الإمارات يرفرف عاليا وهو دائم عاليا. يتقدم بالسعودي، يتقدم بن زيتون بالسعودي بالزيتون، رمز الانتاج، رمز الانتاج، رمز يحمل اسم جائزة زايد. أويلي بن زيتون راح، أويلي زاد الجراح، أويلي إلى أهالي العين، إلى منازف، إنه المجازف. ولكن نشبة، يا نشبتكم من نشبة، يا نشبتكم، بونواس، بونواس
أعلن الإجراس وأعلن الانطلاق، أعلن حبس الإنفاس، ولكن بن زيتون مزيونه مزيونه نشبه نشبه مزيونه مزيونه نشبه يا باي. بونواس 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 أفرح الناس إلى هالي العوير إلى هالي العوير. تهانينا لك يا مالك نشبة، تهانينا لك على هذا الفوز. أحمد بن علي بونواس الاشتبي على اختطاف رمز الانتاج والخنجر الذهبي المركز الثاني. المركز الثاني مزيون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصلت فيه ملوح لمطر بن علي بالسعود الاكتبي. رابعا وصلت فيه ابعاد لحمد بن عامر بن عفصان المنصوري. خامسا اللي وصلت فيه هنالك تحمل رقم 33 الشاني عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. قضي شوط الرمز واعلن التوقيت الزمني 5:59 وجزء واحد من الثانيه هو التوقيت الزمني. تهانينا لمالكي نشبه على هذا الفوز، وهو محافظ على سلالته ايضا من ناحيه الاب والام، ملك شخصي له بونوات. تهانينا على هذا الفوز 5:59 ثلاث اجزاء من الثانية توقيت مزيونه. تهانينا لك يا بن زيتون. وثالث المراكز يا مخرجنا وسام الهواري 6:02 وجزئين من الثانية هو توقيتي ملوح لمطر بالسعودي الاكتبي. تهانينا للجميع والناموس والناموس.